تعد من بين أحدث وحدات إنتاج البيض على مستوى بلدية عين مليلة بولاية أم البواقي. يمكن لهذه المحطة حمل أزيد من 51 ألف دجاجة وتنتج 45 ألف بيضة يوميا. حسين بودراع وسيف حافظي بمثابة الوالد والابن، ومعهما اجتمعت الخبرة بالعلم ليتحقق مشروع هذه المزرعة العصرية. خريجنا علوم إعلام واتصال جامعة منتوري قسنطينة، جيت لهنا للمزرعة تأثرت بالحاج اسمه هو اللي انطلقنا نوياه باش نديروا المزرعة. أنا كانت عبارة عن هواية، كنت نطالع في الانترنت كيف تربية الدواجن هذا، يعني كان عندي شغف ما نخدم الخدمة هذه، وكانت الحمد لله يعني في المتناول تاعي. اليوم أنا اسمه حبيت الدومين هذا. بهذه المزرعة قسم لإنتاج الدجاج اللحم بطاقة 20 ألف دجاجة. ولتصبح المزرعة مدمجة يلزم السيد حسين ونجله سيف وحدة لتفريخ الدجاج البياض واللحم. قرض التحدي سمح لهما بذلك. على كل حال هذه المهنة نبيلة، وإنما أنا ما مع الكبر ومع الإنسان بدأ يكبر وكذا لازم واحد يترانسميت لي صفار للأحفاد تاع أولاده بعد أولاده ينسي تسويت. دونك عندي سيف تعلمت منه، هو تعلم مني أنا، هو تعلم مني وأنا تعلمت منه. المزرعة تحصي 15 ألف شجرة مثمرة من مختلف الأنواع المحلية والأجنبية. السيد حسين وسيف قاما بغراستها والنتائج باهرة. قطاع الفلاحي تخص الإرادة برك، إرادة والبنك. أنا نشوف بلي البنك لازم يشارك في الاستثمار هذا. الاستثمار في مزارع الإنتاج المكثف واستخدام التكنولوجيا من شأنه ضمان الاكتفاء الذاتي ولملاء التصدير.